اتصلي فيني لا تنسي. رنا شو عم يصير؟ ولا شي. مين اللي هرب؟ كان عم يضايقك شي؟ لا ما في شي، شخص عادي سألني عن عنوان. وهذا السؤال بيرعب كل هالقد؟ شو عم تخبي عني رنا؟ حكيت مع رنا، عطيتها اسمي وعنواني، قلت لها أنا من التنظيم وفبركة قصص. عيونها صارت تلمع. شو قالت لك؟ إجا رفيقة شرطي وما قدرنا نحكي. طيب ركاب. ماشي. سلمت حالك للمحكمة على أنك قاتل ولبكت أكبر المدعين العامين بقضيتك أيام طويلة، معقول ما تقدر تقطع صحفية؟ هالبنت قاسية كتير وهرت لي جلدي بشنتايتها. لما بعتك على اللجنة اللي اقترحوها بمجلس الشعب مشان التحقيق معك بخصوص الاغتيالات، ما توقعتك انك تنجح بالكذب بكل هالعبقرية. وبعد فترة لما انكشف انه حكيك كذب وخليت عضو المجلس يخسر سمعته قدام الناس، انا طار عقلي من الفرح وقتها. قدرنا ندمر سمعة عضو مهم وقتها مو هيك؟ وهلا الدور على رنا توبال. انت لوين بدك توصلي رنا؟ مرة زبالة بيعطيكي ظروف، وهلا واحد اطلع لك بالليل، شيء ايميل وشيء ابناء الظلام كمان. شايفني بنت صغيرة يعني؟ لا تصيح بوشي. أنا ما عم صيح. وشو اسمه هاد؟ طيب ماشي عم صيح. شو عم يعمل هاد؟ ناوي يشرشحنا يعني؟ ماما؟ إجا عمو غيث. أهلا وسهلا غيث. كيفك أختي هدى؟ نايمة؟ إيه عم ترتاح. وينو هالأزعر أيمن؟ بالعادي فوراً بيجي. هالأزعر سوا مشكلة ومعاقب بالغرفة. آه خير، شو عامل هالمرة؟ نورا انت طلعي على غرفتك حبيبتي. طيب امي عن اذنك عمو غيث. اذنك معك حبيبتي، مع السلامة. شوفي لي هالبنت يا هدى نايمة مثل الملاك، عن جد بحبها. غيث. نعم. خلينا نحكي شوي انا وياك. شكله في شيء مهم بدك تقوليه، قليلي شو القصة؟ أكيد رح تحكي له هلأ. خير هدى، يعني مو مضطرين إنه نتوشوش. مليكة ساقت حالتها وأخذتها على المشفى. إمتى؟ وطي صوتك. ليش ما خبرتوني طيب؟ تعرف الدكتور شو قال؟ قال إنه الضربة بإيد مليكة مو عادية، هي الضربة طلعت رصاصة. لا ما بصدق. عم قل لك البنت نزفت كتير وأنا بعيوني شفتها. كمان مليكة هي اللي حكت للدكتور، قالت له إنه تعرضت لاعتداء بس هي خبت علينا. تعرضت لاعتداء لكان. أنا بحياتي ما حدا صرخ علي، وهاد مو من حقك. انقلع من خلقتي هلأ أحسن لك. ممدوح شو بدك؟ ليش ما بتكتبي شغلات عادية مثل الكل؟ لك انت مليون قصة بتقدري تكتبي فيها. انا مو ناطرتك تقلي شو اكتب. انا ما بهمك، فهمت هالشي وانت عنيدة وكمان فهمتها. رنا اسمعي، يلعن الشغل، فهمي علي شو بدي منك بالضبط. انا عم بقلع عليكي فهمتي؟ وليش لحتى تقلق علي؟ لانه انت ما بيهمك شي غير شغلك وبس. مو معقول قلبك شو بارد؟ مانك ملاحظة اني بخاف عليكي؟ انا بدي افهم ليش كل هالقسوة هي، وبالاخير بطلع عم بغلط بس لاني عم بحميكي؟ لا وبالأخير لا حمدان ولا شكورة. عم تحكي معي بأسوأ لأنك ما بتعتبرني لطيفة مثل كل البنات، ما؟ أنا ما عندي قلب أبداً، ما هيك؟ يكون بعلمك أنا بشر وبنجرح كمان وبنكسر خاطري، وبصير تحكي هيك مع بنت. ما كان قصدي زعلك. شو بدك مني طيب؟ شو؟ عفواً. يعني عم تعيط علي وتبهدلني وعم تجرحني وبالآخر عم تحط كل الحق علي. أنا بعرف إنه مشكلتك شي تاني. قول شوف شو بدك مني؟ عن جد لهلأ ما فهمتي؟ لا ما فهمت، وإذا أنت هلأ ما قلت لي ما رح أفهم. قلي لشوف شو هادي اللي لازم أفهمه منك؟ أنا بحب الأمور الواضحة. يلا قلي لشوف. يعني ليش هالإحراج؟
في شغلات مو مضطرين نقولها، احيانا العيون بتحكي. قلت لك بحب الامور الواضحه. اوه لا تزوديها، بكفي. لا تلعبي معي هاي اللعبه ماشي؟ انت كل همك اطلع قدامك ولد، لا تضغطي علي. على فكره هاد انت واحد جبان، ما بتخاف من الاشتباك والرصاص، بس بتخاف انك تقول مشاعرك بوضوح. لو قصدك عن الحب كنت قلت، بما انه ما عندك جرأة فانت ما بتحب. رنا استني، رنا رنا افتحي الباب. رنا وقفي لك، رنا استني شوي. وينو هاد؟ قالت لي إنها وقعت على الدرج. والله ما بعرف ليش قالت هيك. الدكتور أكيد ما بيكذب. هلأ بنعرف الحقيقة من الكذب. لا وين بدك تروح؟ أنا لازم أفهم منها شو قصة الرصاصة هي. إيه منفهم، بس الموضوع ما بيصير هيك، وخصوصا انه هي تعبانه. يعني بركي انا فهمت غلط، لا تحطني بنص القصه بترجاك. طيب طيب شو إمتى إجيت؟ ما بده يحس حاله ولد قدامي. والله إذا أنت واحد جبان هاي مانا مشكلتي بنوب. لك وين الزمور تبع هاي؟ ألو لك سيارتي يا خويف، بكره اللي مثلك جبان. السيارة تبع الدولة، إذا صار لها شيء أو انضربت رح ينخرب بيتي. لك وقفي بقى وقفي. شو هالمصيبة؟ هذا اللي كان ناقص. إذا بتريدي يعني تصف على اليمين فورا. مساء الخير، ممكن الأوراق؟ مساء النور، ليش بدك الأوراق؟ ما في شي والله، بس عم بتسوق بسرعة. شو من وين أخذ شهادتك؟ شو أعمل حضرة الشرطي؟ يعني مو شايف؟ هو كان عم يلحقني. إيه عم بلحقها، كنت عم بلحق هي البنت اللي سرقت السيارة. حاسبني هالحكي مزبوط؟ لحظة، أنا بدي أقدم شكوى على هذا الأزعر، قطع طريقي وسبني وسرق لي سيارتي كمان، وفوق كل هذا عم بيهددني. هوب هوب، انت شو عم تخبصي هلا؟ خلونا نروح على المخفر. اي مخفر يا اخي، انا اصلا ضابط شرطه. لا تصدق، لانه هو دائما بيقول نفس الكذبه. حبيبي اذا انت شرطي انا مدير الامن الداخلي. ها استغفر الله على هالنهار. انا بعتقد انه في شيء بدك تحكي لي اياه بخصوص ايدك. خليني ساعتك. على مالك، سلامتك. أنا خفت كتير غيث، حسيت إنه ما لازم إلك. فاتوا على البيت بنص الليل وهددوني بالقتل. مين هني؟ ما بعرف، كانوا حاطين أقنعة على وجوههم، يجوا أخذوا غراض بابا كلها، قلبوا البيت وما خلوا شي بمحله. يعني كيف تخبي هيك شي عني يا ملكة؟ كيف؟ قلت لك أنا كتير خفت. طيب شو كان بدهم؟ شو بعرفني؟ بدهم مذكرات عم بيقولوا إنه كانت مع بابا. مذكرات؟
ايه بس بابا ما كان عم يكتب مذكرات. انت بتعرف هيك شيء؟ يعني نجيب او ممدوح جابوا سيرة هيك شيء قدامك؟ لا لا انا ما سمعت شيء. لا حطوا المسدس على راسي، هددوني بالقتل، قالوا لي يا ولك اذا بتجيبي سيرة للشرطة. انا كتير خايفة غيس. لا تخافي انا رح ضل جنبك، اعتباراً من اليوم ما رح أسمح لحدا يلمس شعرة منك. في واحد حقير قوصني بإيدي وقال لي هاي المرة بإيدك. قليلين الشرف، أنت ليش ما خبرتيني من قبل؟ أنا خفت ينفذوا تهديدهم، هدول ما بيهمون القتل. تعرفي لو كنا مع بعض ما كان صار هيك شيء. هني انتمادوا عليكي لأنك لحالك. طب أنا كيف كان رح يخطر لي هالشي؟ الحق معك، يعني مين بيتوقع أنه ينسحب مسدس على أنسي بتدرس بحضاني؟ فعلاً في شغلات بتفاجئنا، بس هالشي طبيعي لما نحللها شوي. مثلاً أنه أبوها لهي الأنسة البريئة كان شخص خطير. وجعتك؟ أحياناً بتنقز علي شوي، بتوجعني. أنت هلأ منيحة؟ أحسن هلأ. دقيقة بس ورح أثبت كل شي. الهوية بالسيارة. لا تقرب على سيارتها. لا تجنني، هاي سيارتي. شو صار لي ساعة عم بحكي لك؟ الأنسة المحترمة سرقت سيارتي. إن شاء الله رح تتفرج عليه، انت لازم تعتقله. لحظة، هي ليش لحتى تسرق سيارتك؟ لأنه هاي الأنسة تقريبا، لا مو تقريبا، عقلاتها ترللي. انت زودتها، امشي على المخفر يلا. اي مخفر انت التاني؟ عم قلك انا شرطي. منيح يعني مو غريب عليك. ها لقيت الجزدان. هاي صورتي. خد تأكد، ضابط شرطة شفت؟ لا تواخذني حضرة الضابط، ليش ما قلت لي؟ يعني شلون ما قلت لك؟ احترم حالك شوي، لك شيل رجلك عن صورتي. عم قل لك شيل رجلك عنا بقى. لا تعيطي. شيل رجلك. شو؟ شو هاي ممدوح؟ شوفت عينك والله. وعامل ليها على شكل قلب وحاططها بجزدانك على طول؟ هذا ولا شيء، حاطط لك بالبيت صورة على قد الحيط، وكل ما اتضايق بقعد بقوص عليها. نحن اسفين، تصبحوا على خير. الله معكم، يلا شوفوا شغلكم. لا تواخذنا سيدي. اضرب عليكم انا. ليش عم تضحكي هلا؟ بدك تقلي؟ ما بقولها. قول اذا كنت زلمة. اختي انا مو زلمة. يلا قول انك بتحبني. طيب ماشي. شو يعني؟ لك بموت فيكي. لك مبين عليك من الاول اصلا. خد صورتك. دخيلك شو تنه؟ أنا عن جد كتير خايفة أروح على البيت، وحاسة حالي تقيلة على هدى، يعني بكفية رنا قاعدة هون. شو بشو عم تفكر؟ اسمعي، أنا قلت لك أكثر من مرة وما سمعتي مني. قلت لك تجوزيني، طلبتي وقت. شوفي كيف لأنك قاعدة لحالك شو عم يصير فيكي. طيب شو بدي أعمل؟ راح أخذك معي، ما فيني أتركك لحالك. لوين رايحين؟ على بيتنا. كيف بدي روح معك على البيت؟ أي لا تخافي، أنا ما راح أزعجك. أنت بتنامي بغرفة النوم وأنا بنام بالصالون. ولأيمتى رح نضل هيك؟ لحد ما تحني علي وتقبلي عرضي. اي يعني انا بالنسبه لي مستعد اتجوزك هلا، بس انت اللي عم تعاندي وبدون اي مبرر. بلكي يلي صار معك هلا بيخليكي تفهمي شو معنات يكون في شخص حدك. انت بتعرف ليش انا متردده غيس؟ قلت لك انه حابه اتاكد من نواياك، يمكن انا بس ما عرفت اعبر منيح. انا برايي عيب نكرر هذا الكلام يا مليكة، لانه لازم تفهمي انه نحن صرنا واحد. كل شيء فيكي صار بيعنيني ومن حقي اني احميه. عيونك يلي بحبهم، وإيدك المجروحة اللي رح تمسح لي همي والطعمي فاتح. من أول يوم عرضت عليك الزواج كنت عم بتخيلك أم لأبني، كنت حاسس إني لألك وحاسس إنك ملكي. خلينا نروح عبيتنا لكان. تفضلوا. شكرا. استريحوا. نحن عم نسمعك. رح أحكي يا جماعة. أنا دعيتكم على مكتبي لأنه مدير الأمن الداخلي حب أنه يتعرف عليكم شخصياً.
أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلين، شرفتونا، تفضلوا عدوا. كيفك سيد نجيب؟ الحمد لله سيدي. حضرت المدعي، إن شاء الله أوضاعك منيحة. ألف خير سيدي. أنا تبعت شغلكم العظيم أنتوا الاثنين قبل ما أوصل على إسطنبول، وأنا بشرفني أني اشتغل معكم بالقضية إيد بإيد. نحن منتشرف سيدي. رح نفوت على الموضوع بدون مقدمات. مثل ما وصلني خبر من حضرة الرئيس أنه خطفوا 9 أصابع من المشفى. صحيح سيدي، والحمد لله خلصناه بآخر لحظة، بس للأسف المذكرات اللي معه احترقت بالكوخ وما ضل منها شيء. اسم المذكرات حلقة النار، وعم يقولوا أنه فيها معلومات خطيرة كتير، لهيك الكل راكض عليها. وهي المذكرات لمين؟ لشخص اسمه ميرت إيفان سيدي. حسب كلام 9 أصابع عم تحكي عن أركان كوندو والعصابات الغير قانونية اللي منضمة لها، وأغلب التشكيلات هن أشخاص بالدولة. فظيع والله، معناها كتير مهمة هاي المذكرات. إيه نعم، واضح هذا الشيء. القصة ما وقفت عند أركان كوندو، في تنظيم تاني اسمه IKT طلع على الساحة سيدي. IKT، وشو هدفهم هدول؟ سيدي أنا حكيت مع واحد منهم، قال هن بيخدموا الوطن بس ما منقدر نعرف هالشي، يعني هن تنظيم مسلح وأكيد ما فينا نثق بكلامهم. بس هو اللي أعطاني أسماء بكهاس وفريقه كمان، في أتينا ومارس والثالث اسمه عثمان. حضرة الضابط، أنت بتعرف منيح أنه ما فينا نتعامل بطرق غير قانونية، لهيك لا تأسس علاقة مالا قانونية مع حدا وتخرب بيتك وبيتنا. خلينا نعرف منه هدول IKT وبعدين نتصرف. لا تقلق حضرة الرئيس، ما رح نرتكب غلط طبعاً. ممكن يعمل لك مشاكل. نحن محترمين حدود القانون منيح. لو قدرنا نحصل على المذكرات كان في شغلات كتير توضحت لنا وقدرنا نحلها. لهلا ما عم بقدر افهم عقلية هالناس، يعني هالتعب اللي عم يتعبوه لو خلوه بشي مفيد لهالبلد كنا صرنا من اهم الدول بالعالم. في ناس منيحة وناس الشر عندها مثل شربة المي. معك حق بهالكلام، دائما الشر والخير موجودين. IKT لكان مين بيكونوا هدول يا ترى؟ سيد الرئيس، حسب ما فهمت من بكهاس انه مذكرات ميرت ايفان احترقت وراحت، قال كان رح ياخدها بس لما اجت الشرطة الامور فاتت ببعضها وهربوا بصعوبة. كيف خليت المذكرات تحترق هيك؟ كان لازم تجيبوها. حاولنا يا معلم بس. لا تقولي حاولنا، بدنا ننسى كلمة حاولنا بالتنظيم، في بس نجحنا وما في عنا غير هذا الطريق. أنا سمعت شي بخصوص شخص اسمه غيس، أكد لي أنت عن جد استجوبته وتركته؟ صح حضرة المدير. أنا كمان عندي خبر سيدي، نحن في عنا شكوك جدية بخصوص غيس، بعتقد أنه نجح ويضموه لهذا التنظيم. مين هو غيس؟ هو زميل سابق لنا بالشغل، السنة الماضية استقال من الشرطة. عم تلمح أنه عم يشتغل لجهات تانية هلأ؟ مع الأسف سيدي، بعتقد أنه بيشتغل ضمن فريق بكهاس، بس لهلأ ما في بإيدينا أدلة قاطعة. أنا بتمنى يكون غلطان. عن جد يا خسارة، ما بيطلع بإيدنا نساوي شيء. نحن بالآخر هدفنا نحمي هالبلد، ولما يكون الموضوع جدي ما فينا نسامح حتى أبونا. سيدي أنا حكيت معه وحاولت أني أعرف وضعه، بس هو ما عم يحكي شيء. شو منعمل؟ أكيد هو ما عاد يثق فيني. بس مع هالشي حاول أنك تعمل شيء ينقذه قبل ما يفوت الأوان ويتورط أكتر. ولا يهمك سيدي، وأنا بتمنى أنه كلنا نتوفق بهي المهمة. عن إذنك. خد راحتك. بالتوفيق سيدي. إن شاء الله من هلأ وطالع رح نكون مع بعض. بالإذن. الله معك. بالإذن. تشرفنا. ما بعرف شو السبب بس عم يركزوا كتير على غيس بهي الفترة. في شي بخصوص هالشاب مثلا، لما كنت أنا موجود بيناتهم بيحاولوا إنه ما يجيبوا سيرته، وأنا متأكد لما بيجتمع في ساغورس وبكهاس بيحكوا عنه تحديدا. هذا معناته إنه في ساغورس لهلأ ما وثق فيك مثل ما بدنا. رح خليه يثق فيني يا معلم، وبيقرب وقت. هدول الناس بيعرفوا يشتغلوا منيح، وهن عملوا أهم دورات تدريبية للتنظيمات بكل العالم، ما بيعطوا ثقتهم بسهولة وراح تتعب. الله يساعدك بهالشغلة. انت عرفت عنه شيء؟ هو تجوز وحدة وبعدين توفت بحادثة، قوصوا مرته الثانية وهي لساتها عروس، عاش صدمة كبيرة. في عنده ولد صغير اسمه فاتح، إذا بدك منبعت بنت على الخط.
إذا كان غيث مهم لفيثاغورس لهي الدرجة رح يكون بعت له بنتي يحبها من زمان، لا تخاف عليه. صح سيدي الرئيس. بدي هذا الشاب، خلينا نعرف شو المميز فيه عن غيره. إذا بدك مناخده مثل ما أخذنا فرهود ومنستجوبه. ما بيصير، لا تتوقع أنه لقمة سهلة مثل فرهود. نحن ما بدنا نلفت الانتباه، أحسن شيء أني أنا حل هالشغلة. سيدي هيك رح تكون بخطر، الزلمة عدونا، بركي يعرف حقيقتك. ليش مين رح يشك بواحد اختيار مثلي؟ أنا زلمة درويش، إذا هالزلمة حب إنه يلعب لعبة خاصة فيه فأكيد شاب صغير مثله رح يحتاج مشورة ويسمع حكي ونصايح تفيده، ونحن هيك فينا نحركه على كيفنا ونوجهه. الحظ دائما بجنب الذكي، ولنشوف قديش اللي اسمه غيث بيسوى عند معلمينه. وأخيراً خلصنا من لعنة المذكرات، يعني هلأ صارت سر مدفون مثل كتير أسرار. على القليلة ما وصلت لأيد الآي كيتي، وأهم شي كمان أنه ما وصلت لأيد غيث. بس 9 أصابع رجع وقع بإيد الشرطة، عم بيقولوا قاعد بسجن مع حراسة خاصة وهو لحاله بالزنزاني. رح حل القصة بأقرب وقت معلم، أنا بوعدك بهالشي. هذا الموضوع ما عاد يزعجك أكتر من هيك. اليوم إجا واحد من جماعتكم يا بيكهاس، وهو كمان تقوص، اسمه عثمان. طلعت له الرصاصة، حاسس إنه أغلب اللي بيشتغلوا عندك بيشتغلوا من دون ما ينتبهوا. أنا رجالي من شان الهدف الكبير عم يضحوا بروحهم ويقاتلوا يا حضرة الدكتور. الإيمان هو مانو كل شي يا بيكهاس، الذكاء ضروري بالشغل تبعنا، والفكر والإيديولوجيا. لا تكون مفكر رح نضل نقود الشعب الجرائم وبس. أجلوا لي هالنقاش هاد، خلينا نغير هذا الموضوع أحسن. رؤوف اللي بعدته لعند رنا اشتغل تمام. زكريا يا رجل، أكتر شيء بحبه فيك إنك بحياتك ما خيبت أملي. هالزلمة بدي رفعه من مستشار بالإرهاب لحتى يصير المستشار الدائم إلي شخصيا. بتعرف شو؟ بحياتي ما شفت شخص مثلك. أنت بتشتغل عن 100 زلمة سوا ويمكن أكتر، ومن سنة 2000 لهلأ اشتغلت بالأسماء وغيرت أصول عائلات كتير وخربتها، وهزيت ثقة الناس بكل الأشخاص اللي وصلوا المعلومات. الطالب صار يشك بأستاذه، والأب يشك بابنه، وحتى الشيوخ الكبار ما عاد حدا صدقهم. وبفضلك صار يلي مثل السلطان عبد الحميد والمشهور بالتقوى مدمن، وبطل مثل محمد الفاتح صار نسونجي، والأولياء يلي العالم بتزور قبورهم صاروا مخربين. وانت مرة قلت انه يلي بيكون صوته حلو مستحيل يكون تركي، ووقتها قلبت الناس على ظهره من الضحك. سيد فيثاغورس، انا من طرف امي اعتبر شخص محتل، ومن طرف أبي شخص متعاون، يعني واحد عاش بهذا التناقض. شو متوقع يطلع منه غير هيك شيء؟ أنا بعترف أني مجرم، وباعتبار هالنسبين عندي قدرت قود الطلاب بعمليات 27 أيار. بس رغم هذا الشيء شغلنا أصعب هاي المرة. وليش أصعب برأيك؟ 27 أيار بسنة 60 أسقطنا حكومة الدولة، بس هلأ لازم نسقط النظام كله. أنا اللي اشتغلت سنة 60 شجعت كل الناس على العصيان. المثقفين وواجهات البلد لازم نجمعهم مرة تانية، ما رح نكرر رح نجدد، لازم نتعلم من الأخطاء القديمة. 27 أيار كنا فرحانين أسقطناهن، وهلأ لازم نسقط النظام كله. قدرنا نوقف منصب رئيس الوزراء. أنا بيعجبني هالحماس، لازم كلنا نقتدي فيك يا زكريا. مليكة يلا خلينا نطلع لفوق كمان. يلا استني هاتي الشنطة. يلا فوتي فوتي لسه لجوا. أخيرا هاي هي الغرفة. شوفي أنتي رح تنامي هون وأنا رح نام تحت بالصالون، ماشي؟ لا والله ما بيصير، أنا اللي رح نام بالصالون. دخيلك أنا متعود نام تحت دايما بسببي. لا تزوديها، هلأ كم يوم ومنكون مع بعض. شوفي هذا البيت لألنا،
وهي كمان غرفتنا. يلا تعودي عليها. غيث خير؟ قولي. أنا عن جد ما بعرف كيف بدي أشكرك. صعب تشكريني لأني راح ضل معك. تصبحي على خير. لك دخيل اللي بيفيق ومزاجه معكر. تعال عندي لشوف. تعال أبا يسلم لي. تعال بابا حبيبي لا تبكي. يلا خلينا نشوف شو في هون. أب شوفي هاي، مو حابب تلعب بالأرنب؟ ها؟ طيب طيب طيب، وهلأ منلاقينا شي لعبة تانية. هب تعال شوف حبيبي، عود. يلا شو رأيك إني أقرأ لك حكاية؟ تلي ما بدك؟ يلا يا روحي تعال، رح نقعد هنيك بس لا تبكي وتوجع لي راسي. يلا يلا لشوفك بطل حبيبي، وهلأ رح تضلك هون لحالك ماشي؟ قرب يخلص الشحن، إن شاء الله يكون في شاحن. وهلأ أي قصة بدي أحكي لك، يعني إذا قرينا ليلى والذئب ولا قرينا شكسبير أنت ما راح تفرق معك. شو رأيك بمذكرات ميرت إيفان؟ أي بعتقد أنه هاي الشغلة فيك تفهمها. هاي المذكرات كتبها جدك أبو أبوك، بدك تعرف شو هي ما؟ هاي المذكرات مانا عادية، خربت الدنيا لحتى أخدتن. شو هاد؟ شلون هيك؟ لك هاد دفتر فاضي، كل هالتعب طلع ببلاش؟ شو هالقصة هي؟ مسخرة. لا تطفي هلا. ألو. ألو؟ بكهاس اسمعني منيح. المذكرات مع غيث. شو عم تقولي؟ رح يخلص شحن موبايلي. قبل شوي سمعته عم يحكي. أنا متأكدة إنه معه. يعني مو كتاب تاني؟ لا، كان عم بيقول مذكرات أبي. شحن رح يخلص. ألو ألو أدينا. ألو. يلعن الشحن. شوفي ليش انفعلت كل هالقد؟ معلم إذا بتريد لازم أحكي معك. ظهر أخبار سيئة؟ معلم مذكرات بإيد غيث. شو؟ غيث مانو موظف عندك؟ كيف بيعمل هيك شيء بدون علمك؟ ما بعرف معلم بس عمله. مصيبة كبيرة. أنا تفرجت على المذكرات فاضية، ما كان مكتوب فيها شيء. إيه ولو. يلا تصرف، بدي المذكرات. طيب رح جيب المذكرات، رح فكر بطريقة. على كل أتينا معه هلأ. أنا بستأذن. يعني معقول يكون التسع أصابع ضحك علي؟ ولا في سر أنا ما عم بعرفه؟ والله حاسس إنه كل شيء على الفاضي. ليش هيك حظي؟ ليش؟ أكيد هذا الدفتر فيه سر. أنا لازم لاقي الحل. لازم خبيك بشي مكان ما حدا بيعرفه. تعال. عم ضايقك شي؟ هلأ أنت نيمته؟ ليش لسه ما نمتي؟ كنت بدي فرشي أسناني قبل ما نام بس ما لقيت المعجون. أي مبارح خلص، هلأ بجيب لك واحد، كان بدرج المغسلة. مليكة من هلأ أعرفي مكان الأغراض أحسن. أوه عثمان ألف سلامة.
بالأول مليكة ولا أنت اللي تصاوبت؟ لا تقوم. أهلا وسهلا فيك. حبيت أطمن عليك، جبت لك من الحلو اللي بتحبه. أنت كلمة ضيف حدا حلو بتكون ناوي على شر، والله يستر منك. يلا كول، خذ واحدة. كيف صرت؟ أحسن. لا تقلي أنتوا في عين صايبتكم. رح علق وحدة لمليكة كمان، بس بعرسها. المذكرات وين؟ فكرناها احترقت مع الكوخ، بس غيث أفندي أخذ المذكرات من دون ما انتبه. هذا ملعون، على الأغلب في عنده فضول كبير إنه يقرأ مذكرات أبوه. إذا أراها رح نتورط كلياتنا. الظاهر لازم نخلص من غيث قبل ما نفضح. لا تشطح هالقد، لازم تفكر بعقلك، يعني الشغل لحال والحب لحال. شو دخل الحب هلأ؟ أنا وياك بنعرف منيح إنك ضعيف قدام مليكة، وهالشي بيهمنا. تعرف شو؟ مليكة هلأ انتقلت لبيت غيث، بكرة بدي فهمها لمليكة إنه لازم تستخدم عقلها، وإذا اضطرت كمان بدها تستخدم أنوثتها فدى المذكرات. يمكن ريقك نشف على هالسيرة. يلا حلي تمك بقطعة حلو. كل قطعة وبتدعيلي. ما بدي، شكرا لك. حاول تتعافى بسرعة لأنه العرس قرب، وإنت رح تكون المرافق تبع غيث. غيث، خلص شحن موبايلي، فيني استعمل الشاحن تبعك؟ تكرم عينك، بس بيركب عندك؟ أنا جهزت الغرفة فوق إذا بدك تنيم فاتح. خليه شوي، بدي استنى لحتى تتقل نومته. شكراً، عم عزبك معي، أكيد ما رح تبرد بالصالون؟ لا تخافي، ولا يهمك، أنت روحي نامي وارتاحي. ماشي. أكيد غيث بيكون فاق هلأ. لا تبكي حبيبي، رح اجي لعندك. غيث؟ وينك؟ غيث؟ ما فقت؟ غيث وينك انت؟ ممتاز، خليني اشوف المذكرات. والله ما عم صدق اخذ المذكرات. الو غيث، وين اختفيت انت؟ فقت وما لقيتك. كان عندي شغل مستعجل شوي وما حبيت فيقك. على اساس ما رح تتركني بالمره؟ والله صرت خاف لحالي. ما رح اتاخر كتير، شغلتي مو مطوله، كمان في مربي رح تصل، رح تضل قاعدة معك لحتى أرجع. بس ما رح تتأخر؟ ما رح أتأخر قلتلك، ولا يهمك. يلا بخاطرك، باي باي. علم بعد إذنك، أنت بتعرف وين صار قهوة العصافير؟ بتضلك ماشي لقدام، هي بعد الجسر. يسلموا. ولا يهمك. أنت بتعرف المخطوطات؟ الكل بيقولوا هيك عادة. تفضل. فيك تقرأ كل الكتابات؟ إلا إذا كانت أجنبية. بس ما تكون لقيت شي ورقة طابو قديمة بالبيت.
اعمل لك نظر على هاد. إذا بدي أقرأ الكتابة لازم يكون في حروف بالأول، مو مكتوب شي بالدفتر. إذا بدك ستي بتعرف تقرأ، منشان هيك أنا جاي لعندك ومتأمل فيك. على عيني أنا خبير، بس بالدفتر ما في حروف تنقرأ، ما فيني أخدمك. ليك في شغلات مكتوبة بهذا الدفتر وأنا متأكد، إذا ما بتعرف بلاقي غيرك. طول بالك شوي. يسلم. أخي روعود بغير مكان. بدي أشرب كاس الشاي. خلاص طيب طيب، خلي مصاريك معك، هالمرة الشاي علينا. بس لا تفوت لجوا وتضايق الزباين، خليك هون. خد صحة وهنا. أخذتيهم؟ لا، غيث الصبح بكير أخذ المذكرات معه وطلع. لوين طلع؟ ما بعرف، حاولت أعرف منه وينه بس ما قال لي غير إنه ما رح يتأخر. المذكرات مو مكتوب فيها شيء، بس في ساغورس مصر إنه ياخدها. اسمعي، عملي شو ما بدك بس بدي المذكرات. طيب كيف؟ في حلوة بتسأل كيف؟ وين الكيت تبعك؟ ما بدي إياكي توفري طريقة، الزلمة بيحبك وبتقدري تلعبي عليه، هو بيعشقك. بس أنا في عندي خطة تانية. شو هي؟ أنا برأيي بتبعت على البيت 3 رجال ويكونوا ملتمين. طيب شو رح نستفيد؟ بعدين رح أشرح لك. وين المذكرات؟ سكتي هالولد يا أما رح أقتله. هاتي هالولد، فلتني. هاتي، لا تعصبيني. هاتي الولد، وين المذكرات؟ يا حقير لا تلمسه. وين المذكرات؟ قولي لشوف. تركني أعمل لك. قلت لك وينها؟ فهميني وينها؟ وينها؟ طلع كيف منثبت النار على مسافة مثل هي، بتقوم بتظهر الكتابة اللي بعصير الليمون. لاحظت كيف؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، أعطيني هالدفتر لشوف. خود. السلام عليكم، يعطيك العافية يا عم. وعليكم السلام. عمي أنا بدي أسألك عن قصر قديم اسمه قصر إليفلي. آه، صاير بالشارع اللي ورا، هو مكان خربان ومهجور ومهدم. ما في حدا عايش فيه إلا الجن. الله يعطيك العافية، خاطرك. ميسرة. غيث احكي معي بسرعة، صارت معنا شغلة بتخوف. رجال ملتمين هجموا على البيت، قلبوا الدنيا. أنا وفاتح ارتعبنا كتير منهم. الله يخليك تعال وبسرعة. لا أحد يعلم أنني ما زلت حيا، وهذا الشيء جعل أعدائي يعتقدون أنني غير موجود. عدت للقصر القديم فورا، لكنني لم أجد سوى الدمار فقط. لكن آثار يدي ولدي ما زالت شاهدة على المكان. هديك المرة نفدناك من إيديهن ورجعنا ساعدناك، بس مو كل مرة رح تسلم الجرة، ما هيك؟ يعني بالآخر ما عندك حدا يساعدك غيرنا. شو فيني أعمل؟ هذا نصيبي. يعني أنا مرتاح، وخصوصا أني شفت عزرائيل بس ما رحت معه. خدعتك فشلت يا 9 أصابع. الشغلة اللي عملتها ما كانت خدعة يا حضرة المدعي. أنا من زمان كنت متحكم بحلقة النار. شو أكتر شيء بيميز اليوميات على علمك؟ الكاتب، يعني ميرت إيفان، هو كان أشهر استخباراتي. ميرت إيفان؟ ارفع إيديك، ارفعون.